الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برضو يعني هنكمل في موضوع الكوريشن دايجرام. في دكتور في سؤال بيقول اعمل الكوريشن دايجرام لفور زائد فور سايكل اديشن. قول صورة، يعني ايه قول صورة؟ يعني لما يكون بوزيتيف بوزيتيف او نيجاتيف او نيجاتيف مع بعض يعملوا بوند. اسمه سوبرا، سوبرا فيش. وقال لك بيكونوا بالطريقة ايه الاندو. يعني ايه اندو؟ يعني الحلقتين في اتجاه واحد. هنشوف مش زي كده، مش عارف اسمه. شكلها عامل كده الحلقتين. هتبقى حلقة عاملة كده. ايه اللي هيحصل؟ ده بوندي هتعمل سيجم هنا، الدبل بوند هتروح هنا. طبعا كل الأسهم تمشي في اتجاه واحد. الدبل بوند اللي هنا هتطلع هنا تعمل سيجما، فهيبقى هنا دبل بوند كده. هو هيبقى شكله كده بالظبط. طيب هنا عندي 8 كاربونز، إذن 8 MOs. طالما 8 ام اوز يبقى اذا في البرودكت لازم يكون عندي 8 ام اوز. تمام اوي. طب انا عندي ايه؟ عندي 2 سيجما، 2 سيجما همت، سيجما واحد وسيجما اتنين. يبقى كده عندي 4 سيجما، 4 سيجمات. تمام. عندي واحد كربونة تانية، التالتة، الرابعة، لسه إيثيلينا. إيثيلينا أهي، إيثيلينا أهي، مش دي إيثيلين؟ ما أصل السيجما بوند خدتها بالكربونة بتاعتها، فبقى 2 كربونة فوق 2 كربونة، عندي 2 إيثيلين. إذن 2 بيوتادين. إدانا 2 إيثيلين مربوطين ببعض عن طريق 2 سيجما كريستالز. هنا 8 ام اوز وهنا 8 ام اوز. نبتدي نشوف الدياجرام. طبعا احنا عندنا 4 زائد 4 سايكل اديشن، يعني ان زائد 2 سايكل اديشن. يبقى معنى كده ان طالما ان زائد ان يبقى في تماثل. طالما في تماثل يبقى عندي 2 بلينز اوف سيمتري. ده في حالة لما يكون في تماثل. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي ان بلس ان، ده وين سايكلو اديشن. عندي ان بلس ان سايكلو اديشن، 3 زائد 3 6 زائد 6، لا مفيش 3 زائد 3، 2 زائد 2 4 زائد 4 6 زائد 6 8 زائد 8. اذا there is a two planes of symmetry. على طول انا مغمض.
تمام، عايزين بقى نبتدي نرسم الشكل بتاع. طبعا انا اتفقنا مع بعض على مبدأ ان طالما عندي في 2 molecular orbitals اتوجدوا في نفس الطاقة لازم يحسب لهم linear combination. يعني انا مثلا عندي بتاع ده non-bonding level، عندنا مثلا بيوتادين، بيوتادين واحد الاثنين، كل دول نفس الطاقة لازم انا احسب لهم linear كومباينيشن، لينير كومباينيشن، لينير كومباينيشن، لينير كومباينيشن. طب يعني ايه لينير كومباينيشن؟ يعني كل 2 من دول هيتحدوا هيطلعوا 2 برضه، بس 2 واحد منهم مستوى اقل اللي هو فيه بوندنج اكتر، وواحد تاني مستواه اعلى اقل في البوندنج. هنشوف كده، يعني هنا مثلا انا هعملها بالبوزيتيف بوزيتيف والنيجاتيف نيجاتيف. يعني انا عندي مثلا بيوتادين ساي واحد زائد ساي واحد، طبعا انا عارف بيوتادين 4 كربون، اول ما يدخل اوبجكت يبقى ايه كله بوزيتيف، من فوق بوزيتيف 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 بوزيتيف، تحت نيجاتيف 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 نيجاتيف، ده ساي واحد حجم عليه ساي اتنين بوست بوست، لا اسف نيجاتيف، عايز اعمل اكتر بوندنج ممكن في ايه في يعني، يعني انا بدور على احسن طريقه اعمل فيها بوندنج، فحطيت ان اقلبه يعني هقلبه يعني شكلا، لكن هو نفس الشكل الميكرو اوربيتالز، بس انا خليت السوالف فوق والنص بوست بوست، فكده بقى عندي هسمي ده سيتا واحد، ده المولكيولار اوربيتال أو طب ساي واحد. طب انا عايز قبل ما اعمل اشوف السيمتري، عندي 2 ميدل بلين ام واحد اقسم ام اتنين، مش هتفرق يعني ام واحد ام اتنين، هنا ده سيمتري سيمتري لان هنا سيمتري في الافق الرأسي، ساي تو ساي واحد ناقص ساي واحد بوستيف 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 بوستيف، ده الأولاني هجيب عليه التاني، مش هقلبه بقى كده يعني هسيبه زي ما هو، لازم يعني ألفه تاني، هيبقى بوستيف 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 نيجاتيف 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 نيجاتيف، هما أنا ملاحظ إن هو بالنسبة للرأسي اللي هو ام واحد سيمتري، ولكن بالنسبة للأفقي السيمتري. تمام، بالنسبة احنا كده خلصنا بساي واحد وبساي، طب نشوف بساي اتنين زائد بساي اتنين، بصيت مين اصلا بتساوي شكلها عامل ازاي، بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف 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 بوزيتيف بوزيتيف، ده الاولاني هشوف اكتر حاجة هتعمل لي البوندنج هيبقى نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 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 نيجاتيف نيجاتيف، وهشوف هختبر السيمتريه بتاعته افق رأسي، هلاقي ان هو مش سيمتري رأسي، ده ام واحد وده ام اتنين، ام واحد اسيمتري وام اتنين كمان اسيمتري. طيب نشوف ساي واحد ساي اتنين، اقصد ساي اتنين ناقص ساي اتنين،
بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف 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 نيجاتيف نيجاتيف. شوف السيمتري بتاعتهم، اتنين ام واحد، هلاقي ان هو ام واحد اسيمتري و ام اتنين سيمتري. وهكذا يعني، انا لو فضلت ماشي بالمبدأ ده هلاقي اني هوصل بالرياكتر في الاكسنت اس 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 اي اي اس اي اي اس 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 اي. يعني حاولوا تعملوها بالطريقة اللي انا عملتها ديت، اي اس اي اي. تمام كده، ده الاثنين بيوتا تو بيوتا داين. طب انا عندي ايه تاني غير بيوتا داين؟ عندي واحد ايثيلين، اتنين ايثيلين. اذا هيحصل بينهم برضو نفس الطاقة، هيحصل بينهم ايه؟ لينير كومباينيشن. هيحصل بينهم لينير كومباينيشن. طبعا انا عندي سيجما وسيجما اخدناهم قبل كده، فطبعا يعني حاسب الطاقة كده سيجما واحد ودرسناه قبل كده وعرفنا الشكل بتاعهم في الـ في الـ في في التو بلينز، سيجما تلاتة ستار سيجما أربعة ستار. دي هنا اس اس ودي اي اي وديت اي اس وديت اس اي. ده كده ميرور واحد، ده كده ميرور اتنين. تمام. طب الاثيلين بقى احنا برضه خدناه قبل كده، اللي هو بيبقى يعني هنا برضه لمبرنج ليفل، واحد اتنين تلاتة أربعة باي واحد باي اتنين باي تلاتة باي أربعة. وخدنا الشكل بتاعه قبل كده اللي هو اس اس اي اي. هنا لو احنا عملنا بنظام نبص بنيجاتيف هيطلع ان هو اس اي، هيطلع ايه؟ اس مع الاس اس اس اي للرياكتنت. كده لو عديتهم هنا هلاقيهم 8 مولكيولار اوربيتالز، 1 2 3 4 5 6 7 8. اس اي اي اس اي اي اس اي اي اس اي اي اس اس. ابتدى من الساعة كام؟ اس اي اي اس اي اي. هوصل ده الهوم بتاعي، انا احط هنا عندي 8 الكترون، 2 3 4 5 6 7 8، فده الهوم بتاعي. هلاقي طلع السهم فوق. طالما طلع السهم فوق بالهوم بتاعي، يبقى اذا لو هو الهوم ده في الجراوند ستيت، يبقى طالما ده طلع فوق يبقى ده ديس الاوت. هكمل الرسمه. هلاقي ان هي البتاع عندي من الصاي واحد صاي اتنين سيتا واحد سيتا اتنين سيتا تلاتة سيتا أربعة اتنين. دول بيتنقلوا إلى سيجما واحد اتنين باي اتنين سيتا اتنين اتنين باي أربعة ستار. هلاقي ان من باي اتنين لباي ستار يبقى ده higher excited state، يبقى ده this allowed. ده معنى كده ان n زائد n اللي هو 4 زائد 4 not matching ال ground state. شكرا.